أهلا بحضراتكم، شرفتنا بيك بالضيف. أتمنى أن أكون صوت بس. وقرب المايك. ولا المايك كده. طبعا الصوت طلع حسام العمروسي، مدير التنفيذي والإقليمي لمجموعة جولدن فايف إيجيبت والميدل إيست. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. كنا عايزين نتكلم على مهرجان الغطس الدولي بالغردقة، وكنا عايزين نعرف إيه أهم ملامح المهرجان ومدى دعمكم لهذا المهرجان. هو احنا داخلين قرار رسمي للمهرجان. المهرجان فكرته كويسه وبيتنظم من فتره عن طريق المنظمين بتاعه. احنا دخلنا قرار رسمي، هو ببساطه طبعا بيستهدف الى تشجيع رياضه الغوص والغواصين من جميع انحاء العالم. في اتحادات عالميه مشاركه حاولوا يعملوا عن طريق المنظمين غطسه جماعيه تبقى ريكورد، برضو عدد كبير من الغطاسين في غطسه واحده مشتركه في اتحادات الغوص العالميه برعايه وزاره السياحه طبعا وهيئه تنشيط السياحه. وبعدين غير هدف تنشيط سياحه الغوص لمصر، ودي سياحه مهمه جدا، احنا مش مدينا حقها في ان احنا نعمل تسويق وحضور قوي في المعارض المتخصصه بالنسبه لسياحه الغوص في العالم، وتتزاود حصه مصر من التدفق السياحي عن طريق المهتمين برياضه الغوص، ودول في العاده بيدفعوا اكتر من السائح العادي. زائد ان في ملايين على مستوى العالم ممكن، وطبعا عندنا البحر الاحمر والبحر المتوسط، فاحنا عندنا مزايا وجو ممتاز جدا. وعندنا في الدايفنج اتلس نقط للغطس والغوص من اهم النقط بالنسبه للغطاسين المحترفين في العالم كله، فاحنا المفروض نستغل دي في. طبعا المهرجان هيساهم في ان هو يعمل دعايه جيده تنشط هذا النوع من السياحه لممارسة رياضة الغوص في مصر، زائد بصفة عامة لما يبقى في تغطية إعلامية محليا ودوليا. طبعا المشاهد في كل بيت اللي هو بيروح يحجز الأجازة السنوية بتاعته هيطمئن إلى أن مصر آمنة تماما، فيها مهرجان زي ده على مستوى عالي، بيشوف أن الأمور بتسير بصورة طبيعية، وأن أي شيء بيقال في الحرب الإعلامية ضدنا برا، ضد إن هي السياحة ترجع تاني، حضرتك عارف طبعا الكلام ده. فده بيساهم في إن احنا بنعمل دعاية مضادة للدعاية دي، بحيث إن احنا السائح العادي اللي قاعد المشاهد في بيته اللي بيشاهد أي قناة عالمية بيطمئن إلى إن السياحة في الغردقة وفي مصر بصفة عامة كويسة، يقوم يحجز رحلته على المقصد السياحي الجميل اللي هو مصر. ما هو مدى دعم جولدن فايف للمهرجان؟ غير ان احنا رعاه غير ان حضراتكم رعاه للمهرجان، ايه تاني شكل الدعم؟ هو شكل الدعم ان احنا بكل المؤتمرات الصحفيه المعقوده هنا جزء كبير من الساده المشاركين والوفود المشتركه مقيمين عندنا. احنا دخلنا ده بدايه كراعي في المهرجان، بالاضافه ان احنا هنستضيف الحفل الكبير بتاع الختامي بتاع المهرجان، وبنقدم اقصى حاجه ممكن ان احنا نعملها علشان ندعم سمعه السياحه في مصر وندعم الدوله ونساعد، لان الدوله مش هتعمل لوحدها كل حاجه، لازم برضو القطاع الخاص يساهم في ان هو يدعم المهرجانات والانشطه اللي تروج وتسوق لسمعه مصر سياحيا على مستوى العالم. لو اتكلمنا على مشكلات السياحه في الوقت الحالي بعيدا عن الاعلام اللي بيشوه او المشكلات اللي احنا عارفينها العاديه، ايه اهم المشكلات اللي بتواجه السياحه حاليا سواء في البحر الاحمر او السياحه عموما من وجهه نظرك؟ لا احنا عندنا مشكله كبيره. انت زي دلوقتي ما في تليفونات ديجيتال وفيديو فونز، احنا لسه بنستخدم التليفون بالمنافله بتاع ابونا العمده يعني. فاحنا طبعا كماركتنج على مستوى العالم عندنا اسواق كتير لازم نستهدفها، وما تبقاش السياحه الترفيهيه العاديه بس، زي ما قلت لحضرتك في سياحه غوص، في جولفرز كتير، جولفرات الجولف على مستوى العالم، وليها معارض متخصصه، وعندنا سياحه دينيه وسياحه علاجيه، وكل ده احنا ما خدناش نصيبنا ولا حتى من السياحه التقليديه او السياحه الترفيهيه.
فاحنا مصر الكلام مش جديد يعني، تلت اثار العالم وجواها وموقعها الجغرافي وبحرين وعندنا صحاري للسفاري وعندنا حاجات كمية اثار في كل المحافظات ومقاصد في كل المحافظات. احنا لا هنهتم بالكلام ده، احنا ما بناخدش الشير بتاع النصيب المفترض ان نحصل عليه بالنسبة لمكانتنا والامكانيات السياحية والاثرية اللي موجودة عندنا. محتاجين الشير بتاعنا اقل عن 2010 يعني مش هتكلم. محتاجين ان احنا يعني 1-2-3 كده، محتاجين ان احنا نعمل ايه فايه فايه. لا احنا محتاجين حاجات كتيرة قوي، احنا ممكن نقعد نتكلم فيها كتير بس احاول اختصرها. الثقافة السياحية لدى الشعب المصري، وهقول الشعب المصري مضياف وكريم، دي حقيقة، الابتسامة وكرم الأخلاق والضيافة. لكن تعالى نشوف زي ما بقول لحضرتك، احنا بس مش بنستخدم التليفون البدائي كتشبيه، لا احنا كثقافة سياحة في هذا البلد في مقاصد يعني النظافة، تجربة السائح، احنا بنسميها تجربة السائح، من ساعة ما ينزل في المطار بيمشي في الشارع بينزل يعمل جولة في أي مدينة هو نازل فيها، تجربته جوه الأوتيل. احنا اللي بنقدر عليه ان احنا بنحاول ان نخلي تجربة السائح داخل المنشآت الفندقية بتاعتنا تجربة جيدة ويدي انطباع. العالم كله بقى قرية صغيرة، كل واحد بيرجع بانطباع بيكتبه على النت، وهو قاعد بيكتب على النت اذا كان له اي شكوى او اي انطباع سيء. اي حد بيجي بيختار سواء مصر كمقصد سياحي او فندق معين او منشاه سياحيه بيخش ويشوف الريفيوز في ويب سايتس معروفه، صفحات الكترونيه معروفه بكل لغات العالم، وبيخش يشوف اراء الناس وعشان تساعده في الاختيار من اراء الناس اللي جربت قبل كده.